عجب العجاب، مشهد واحد بس أنا قلت لكم قبل كده، بس كل ما بتذكر به الزني من أعماقي. رجل يمني، وأهل اليمن أهل إيمان وأهل رقة وأهل حكمة كما بينت قبل ذلك في محاضرة كاملة. أنا داخل الحرم وماشي عادي متجه إلى الكعبة، ولفت نظري من ناحية اليمين هذا الرجل الكبير بلحيته البيضاء الجميلة وبوجهه المنير المشرق وبكيفية دعائه، رافع إيديه بالكيفية دي، يعني كأنه يعني لو كان ثوبه مظهرا لأظهر إبطي، مش عاوز أقول بيضاء إبطي لأني لا أعلم، إنما البياض هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني رافع إيديه وبيتضرع إلى الله بطريقة، عمال يقوم كل شوية وهو جالس كأنه يعني طريقة مناجاة تخلع القلب. فأنا بعد ما خطوت رجعت تاني، قلت لا ده ما يستفش. أو والله أنا لي أمر كده، معلش يعني تقول الشيخ الدروش ما يقرش حاجة ما يقرش حاجة. أنا في الحج أشوف واحدة ست شيلة أمها، رأيت بعيني واحدة ست شيلة أمها والله يا أخوانا على كتفها من عرفة، من عرفات شيلاها ومشي راحة مزدلفة نزل على مزدلفة. أنا راكب في الأوتوبيس المكيف شفت المشهد ده، ما قدرتش، كاد قلبي أن ينخلع، قلت أبدا والله ما سيبها، ها هنا تتنزل رحمة الملك. امسك بقى، امشي هنا جايز تصب برحمة، احنا نتفزلك هنا الرحمة دي صورة من صور البر اللي انا كرجل ما اقدرش عليها، ما اقدرش اعملها. نزلت قلت والله ما سيبها ابدا، والله ما سيبها، ظلت ماشي حاطط راسي في الطين وراها، اقول يا رب يا رب ان رحمتها وامها فلا تحرمني من رحمتك معه. يا رب مع دول مش ممكن، دول مش أهل للرحمة، مستحيل مستحيل. فانت خليك انكسر لله، شوف مشهد زي ده ما تسيبوش، تعملش بقى فهنا ده انا العالم الفلاني وانا ابو العريف الفلاني، لا ما تعرفش انت هترحم بايه، والله ما تعرف ايه العمل اللي هترحم به. اللهم ارزقنا الذل اليك والانكسار بين يديك، كل الطرق الى الله مزدحمة. ايه اللي جابنا هنا؟ ما اعرف والله ما اعرف. اي طريق ستسلكه الى الله حبيبي في الله ستراه مزدحما بالسالكين. هتسلك طريق الموحدين؟ ما اكثر الموحدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هتسلك طريق المصلين؟ ما اكثر المصلين. هتسلك طريق المنفقين؟ ما اكثر المنفقين. هتسلك طريق القائمين بالليل؟ ما أكثرهم في أمة سيد المرسلين. هتسلك طريق الدعاة إلى الله والدعوة؟ ما أكثر الدعوة، ما أكثر الدعاء. أي طريق تسلكه إلى الله ستراه مزدحما وستراه مقتضا بالسالكين، مع أن الطرق قد تطول، لكن اعلم أن طريقا يقربك إلى الله من أقصر الطرق مع قلة السالكين، مع قلة السالكين. يا ترى هل تعرف هذا الطريق؟ إنه طريق الانكسار بين يدي الله. تنكسر تنكسر، كيف؟ تزل أنفك تحطها تحت النعل، تحط مناخيرك تحت النعل، دس على كل يوم 100 مرة بالحذاء، كل من نفسك تيجي تكلميني، أنا كلميني، ما انا عارف نفسي كويس، انت بتقولي لي ان انا شيخ، ما انا عارف نفسي ان انا من اجهل الخلق، تكلميني بان انا رجل صالح، ما انا عارف نفسي ان انا طالح، انا مقصر في حق ربي. كل ما تيجي تكلمك تحطها تحت النعل، معلش سامحني، تنكسر. اوعى تحدثك نفسك بانك حاجه، انت ولا حاجه، انا ولا حاجه، انا ولا حاجه وانت ولا حاجه. أما تعرض نفسك وأعرض أنا نفسي على حال السلف، يبقى إلا من رحمنا ربنا لهلكنا. فخلي بالك حبيبي وبلاش النفخة الكذابة اللي احنا فيها دي. المهم تعالوا نرجع للانكسار، ربنا رزقنا الصدق ويرزقنا التواضع ويرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لقيت الرجل سبحان الله حال الدعاء غريبة، هزيت رجعت مش عاوز أقطع عليه مناجاته لربه، لا أريد أن أقطع هذه المناجات الرائعة، أبقاش فقيه ولا أبقى حكيم ولا أبقى يعني خلاص الرجل له حال مع الله دعه، لكن أنا عاوز أتعلم عاوز أستفيد. وما أعظم الدروس العملية التي تتعلمها من الصادقين من أمة سيد النبيين. فجلست إلى يمينه بالخلف منه حتى لا أشغله، وتركته وظلت أنظر إليه أقول لحضرتك يعني تدعي 10 دقائق ماشي، طب ربع ساعة، طب نص ساعة، طب ساعة لربع، الرجل مش عاوز ينزل إيده، ودعاء وبكاء وإلحاح في الدعاء غريب. وبعدين سبحان الله لفت نظري رجل نفس الحركة سعودي داخل الحرم، وبعد خطوات لفت نظره أيضا هذا الرجل فرجع وبض واقف كده وقعد يرق وينظر إليه، وفي الآخر مد إيده أخرج مبلغا كبيرا جدا من المال وألقاه في حجر الرجل وانصرف. الرجل لم يلتفت لم يلتفت وظل في دعائه، ما عرفش هل هو شعر بالمال أم لم يشعر لا أدري والله، وأنا جالس أراقب الموقف باهتمام شديد. وبعدين فجأة الرجل نظر وجد المال فابتسم ما مسش المال، رفع رأسه تاني للسماء وظل يدعو الله عز وجل وقتا طويلا، وبعدين رجع عد الفلوس وبكى وقعد يدعو تاني، كل ده وأنا متابع بس في حالة صعبة من البكاء. وبعد ما خلص وهدأ وحط المال في جيبه قمت رايح له سلم عليه وبيس راسه، قلت له أسألك بالله قل لي أنت كنت بتقول إيه وإيه الموضوع؟ قال له أنت مالك؟ قلت له أنا عارف إن السؤال رخم بس والله تقول لي. فشفني يعني عاوز أعرف بصدق، فنظر إلي كده وقال لي يعني عانقني أجلس ما يعرفنيش، وباختصار شديد قوي قال لي والله يا ابني والله يا ابني ما كان يعرف كربي إلا هو، والله يا ابني ما كان يعرف كربي إلا هو، واللي أنا جاي له بيته عشانه وطلبت منه جل وعلا اداني قد مرتين ما سمدش ايده الحاد للملك، قال لي والله يا ابني مرتين، ما قال لي شبه الرقم خلاص نايس تقول له كانوا كام كنت عاوز كام وجاب لك كام، لا خلاص خلاص. فأنا عاوز أقول لك إن صدقت الملك صدقك، أنا رجل عاصي ماشي أنا زي حالاتك مذنب عاصي زيك، بس ربك جل وعلا أكرم وأجل من أن تسأله بصدق وأن يردك خائبا صفر اليدين. إن الله تعالى حيي، الله أكبر، حيي كريم يستحيي جل جلاله، لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل ولا تكيف، يستحيي أن يمد الرجل إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين أبدا أبدا.